اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرال إلى على علمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. قرت بك عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفى تحر لظى من وردها الشبم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرمك كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلمي. حتى إذا لم تدع شوا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. وجل مقدار ما أوليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم. وجل مقدار ما أوليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المعتاج الذي ضج من ضيق وحرج فالتجا إلى باب الكريم ففتح له أبواب الفرج. اللهم إنا يا الله نتوسل إلى الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يبارك لنا في أعمالنا وذريتنا وأولادنا وفي مرضانا وأمراضنا، ويبارك في بلادنا وأحوال البلاد بالخير والبركة والسرور والنعمة. اللهم انصرنا من انصرنا بفضلك وكرمك يا كريم. اللهم إنا نستحفظك ونستولك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي غين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم يسر لنا أمورنا مرعت قلوبنا. اللهم ازكنا ببركة رسول الله وفي هذا اليوم العظيم كل خير في هذه الدار وفي تلك الدار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هرم بشري أو نمشكر يعني مرحبا.